أعزائي مشاهدي شبكة الفارس الإعلامية، سعيدين بالتواجد في معرض عالم الأهرامات وضيف الشرف الشاعر يزيد الميموني اللي نورنا اليوم. أول شيء يعطيك العافية وشكرا لحضورك وتواجدك في معرض عالم الأهرامات. يا حبيبي والله شرف لي وشعور جميل تواجد في مثل هذا المعرض، إن شاء الله يكون من أفضل المعارض الموجودة في المنطقة الشرقية. شعور جميل أيضا بعد تواجد مع الأستاذ بدر، إن شاء الله نكون قد المسؤولية ونبيض الوجه معكم بإذن الله. فكرة جديدة صراحة، عجبني هذا التغيير اللي قاعد يصير. الإفنتات أغلبها يكون يعني لها رتم محدد، أنتوا تعديتوا الرتم، يعني في أهرامات وأشياء جديدة، وحتى الأغاني قاعد أسمع الأغاني المصرية صراحة تخلي الواحد يحن، فما شاء الله عليكم صراحة، أهنيكم والله. طيب نبغى نسمع حاجة لو كانت بسيطة منك من إبداعاتك، ما شاء الله تبارك الله، كل مالك وتتميز وتتنوع ما بين الغزل، ما بين عن القصائد اللي عن الأم، أيضا قصائد عن الخبر، ما أدري إيش قصتك مع الخبر. الخبر لازم لها قصيدة، شلون بعد؟ في أحد ما يقدر يقول شيء الخبر؟ وعشانك بقولها الحين. يلا سمعنا حاجة مع الشاعر يزيد الميموني. يقول أنت أجمل من تفاصيل العمر، وأنت أجمل من على الدنيا عبر، ما العيني في هوى غيرك نظر، وما العيني في هوى غيرك شعر، اللي حضرتي غاب عنا القمر، حتى القمر في حسنك أصلا منبهر، أنت قصيدة عشتها صوت وصور، يجمل قصيدة عاشت بوسط الخبر. ايضا تنوعت ايضا في مجموعه من القصائد باللغه الفصحى، ما شاء الله تبارك الله، وكانت جميله ولها رتم جميل والتنوع جميل. نبغى نسمع منك شيء ثاني بالفصحى. يقول وكلما حدثتها ازدادت جمالا الى ان نطق الجمال تفننا، محتاله انت لا امان لك، من قال انك من جنسنا، من قال أنك مثلنا، ملك سقطت ها هنا مرسولة أنت لتفتني، يا للكمال فتنتنا من نظرة كل العيون تبعثرت، يا للجمال أصبتنا، يا للغرابة لا تغربي، لو كنت مكاننا لعذرتنا، مجنونة أنت لترحلي، يبقي مكانك بيننا، أسطورة العصر الجديد لأنك أجمل من رأينا، تمعنا إن ضاق صدرك للحياة فإنني أهديت صدري لروحك موطنا. ما شاء الله تبارك الله، صح لسانك. الله يدنك. نيابة عن مؤسسة أوتار الشرقية ونيابة عن الأستاذ ظافر العسبلي، نشكر لك تواجدك وحضورك ودعمك مثل هذه المعارض. شكر خاص لك وللأستاذ ظافر، وحق واجب بإذن الله صراحة، الدمام لها فضل كبير علينا، ونحن ندعم هذه الفعاليات إن شاء الله، ونشوفكم فعاليات أخرى إن شاء الله بإذن الله. مع الضيف الرائع والمميز الإعلامي ونجم الكويت طلال الماجد، بداية نرحب بتواجدك معنا في معرض عالم الأهرامات وفي الشرقية وفي الدمام مرة أخرى. الله يحييك أستاذ بدر، وأنا طبعا لي الشرف، وأكيد الجمهور السعودي يعني كنز فعلا، المفروض أي إعلامي عربي ما أقول خليجي يحافظ عليه. وطبعا هذه الزيارة ما هي الأولى للشرقية، هذه يمكن تقريبا الرابعة، وأنا أتشرف بوجودي معاكم في مثل هذا الإنتاج الضخم الكبير، أهرامات حقيقية فعلا شفناها، أبو الهول موجود، فعلا قرية فرعونية أصلية 100%، اللي زاروا مصر راح يعرفون فعلا أن كل الأشياء الفرعونية والروح الفرعونية اللي موجودة، البوثات، الأسر المنتجة، يعني هذا أعتقد شيء نجاح كبير جدا، وجودهم اليوم معانا ومن خلال مبيعاتهم وفرحتهم
هي احلى شيء شفناه اليوم. انتم الله يعطيكم العافيه على دعمكم المتواصل للاسر المنتجه، للايتام، دور الرعايه. شفنا على الويلتشير ايضا اصحاب الهمم، شيء جدا جميل وكبير، ودخولهم مجانا، الاطفال دخلوا مجانا، الفعاليات، الهدايا والجوائز، انتاج فعلا ضخم يستحق ايضا الحضور والتشجيع.